دي يعني. هي الأغنية بتتكلم عن شخص يعني كان مسافر برا في الغربة وكده، فبيتكلم بقى بيقول إن هو مشتاق يعني الأهل والأحباب والبلد، وإن هو يعني أي كوريك فنار يعني إن هو هينزل العيد يحضر معهم العيد، وبرجع من الشغل مثلا وقت ما أكون عايز أعزف بقعد أعزف مع نفسي بقى في عن نفس الأوضة، وبقعد أعزف مع نفسي. أوقات برضو مع صحابي يعني كده بنطلع مع بعضينا، ومثلا نطلع نقعد في الزرع مثلا أو في حتة هادية ونقعد ندندن مع بعضنا. أكتر حاجة بتحب تدندنها إيه؟ سمعنا كده حاجة. ويعني والنوبة أكتر حاجة طبعا اتعلمتها، وأول حاجة يعني اتعلمتها الأغاني النوبية، الأغاني كلها يعني. طب سمعنا كده حاجة. حبيت الموسيقى والغناء يعني من صغر وأنا صغير، واللي حببني في الموسيقى مصطفى همت صاحبي، وهو اللي علمني العود وهو اللي أسسني، وهو أصلا اللي حببني في الموسيقى وفي العود، وأنا طبعا بعتبره مثل أعلى ليا لأنه هو اللي حببني أصلا في الحاجة دي. احنا اصلا كمجتمع نوبي وكنوبيين عامة او شعب اسوان عامة بيحب الموسيقى والغنى والكلام ده كله. طول الليل كتير شرطي دودان يدوك الليل اخر بس جوبتون نروين نمسوغا قدام الهور اكادو ومكيا كشو